تحاول أميمة البحث بعينيها عما يمكنه أن يرسم لها غدا أجمل بعد أن فقدت والدها الذي لم يترك لها رحيله سوى القليل من الصبر والكثير من الأسى. وفي المكان ذاته بين العشرات من الأطفال اليتامى الذين يحاولون الخروج من ألم اليتم والحصول ولو على القليل من الرعاية والتأهيل ضمن دورات لإخصائيين، إلا أن عيني هذا الطفل بدت كباحث عن حنان مفقود. في بعض الأيتام عندهم زي مثل الحالات النفسية أو اكتئاب أو ما شابه ذلك، فقمنا بالجلوس معهم والتحدث وساعدناهم بالخروج من محنهم. وبعض الأيتام لاحظنا أنهم محتاجين إلى القضاء أكثر منهم محتاجين إلى الوضع الصحي. التزايد الكبير لعدد الأيتام في محافظة أبيان بسبب ما مرت به من حروب متواصلة طيلة سنوات ضاعفت المأساة وجعلت هؤلاء الأطفال يدفعون ثمنها مع أمهاتهم. الجمعية استهدفت جميع الشهداء في مديرية خنفر في بعض القرى الذين توفوا الذين يعني قتلوا واستشهدوا في هذه الحرب الرعناء التي قامت في المحافظة، ووفرنا لهم يعني بعض احتياجاتهم. أننا سعيدين جدا بأن يصل الأيتام لهذا اليوم والذي يشعرهم ولو بلحظة سعادة بسيطة. قمنا بإحضار الأيتام من كافة مديريات خنفر ممثلة عن كل مديرية مندوب وعدد من الأيتام معه، وتم تكريم الأيتام وتوزيع الهدايا لهم جميعا. ويظل هؤلاء بحاجة كبيرة للعمل من أجلهم وبث روح الأمل في خواطرهم المكسورة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.